مرحبا يا وطني، مرحبا بعيد الاتحاد، مرحبا بعيدك الثاني والخمسين وإلى طول السنين. عيد ينبض فينا حبا وفخرا، كيف لا، فأنت القلب والملجأ والروح في كل جسد، فرح وسعادة في وجوه الجميع. أكثر من 200 جنسية تحتفي بحبك اليوم يا وطني، وفي شارقة سلطان الاحتفالات تملأ الأركان. ففي حديقة المنتزه الوطني انطلقت فعاليات عيد الاتحاد بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، ولفيف من رؤساء ومديري الدوائر بإمارة الشارقة. طبعا اليوم نحن في إمارة الشارقة نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وبدت فعالياتنا من 22 من نوفمبر وتمتد لغاية 3 ديسمبر 2023 إن شاء الله في كافة مدن إمارة الشارقة. يعني اليوم الفعاليات اللي موجودة متنوعة، فعاليات تراثية، فعاليات شعبية، ثقافية، فلكلورية وترفيهية لجميع، تناسب جميع الفئات العمرية وجميع الجنسيات. والجميل أن نشوف جميع الجنسيات يشاركوننا هذه الأفراح بهذه المناسبة. وإذانا بالافتتاح، انطلقت مجموعة واسعة من العروض الثقافية والتراثية المقدمة من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة في حراك وطني بامتياز يغرس الهوية الوطنية في نفوس الزوار. تشارك بلدية الحمرية في احتفالات اليوم الوطني بدعوة كريمة من لجنة فعاليات الإمارة، تقدم المنصة العديد من الورش الاستدامة ورفع الإدراك والوعي لدى الأطفال. شاركت فترة الاستدامة ولعبت ألعاب ثانية أخرى واستانست فيهم وايد وربحت جوائز. حسيت وايد المكان حلو ورسمت علم إمارات بالقصدير عن الاستدامة، وايد كان المكان حلو، أنصحكم كلكم تون لأن المكان كان وايد حلو. يشارك معهد الشارقة للتراث في احتفالات اليوم الوطني 52، وهي تتضمن عدة ورش للأطفال واليافعين والكبار، وهي عبارة عن ورش الفخاريات والسدو والشنيوب والدول. والغرض من هذه المشاركة غرس الهوية الإماراتية في نفوس الأطفال واليافعين. أنا أحب دولة الإمارات، قاعد ألون الولد على ألوان دولة الإمارات، الألوان هي أحمر، أخضر، أبيض، أسود. هذا وتستمر الفعاليات في منتزه الشارقة الوطني حتى 2 ديسمبر، والدخول إلى المنتزه مجاني لتطال فرحة عيد الاتحاد كل من يسكن هذه الأرض الطيبة. إذن هكذا هي الصورة في وطني، وطن كل مواطن ومقيم، صورة لا توصف بكلمات قصيرة، ففرحة عيد الاتحاد تأتي في أبهى حلة. لأخبار الدار، غدير المعيني، الشارقة.